السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم كل خير. معكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. اليوم بإذن الله تعالى راح نعرض لكم فيلا في منطقة يجلزلي التابعة لحي أكشابات. طبعا منطقة يجلزلي غنية عن التعريف، فيها مطعم أكبينار، نبعد عن المطعم ما يقارب فقط 3 دقائق، بالإضافة إلى فندق جميل وجديد حاليا اللي هو فندق سيراليك، أيضا نبعد عنها ما يقارب 3 دقائق فقط. طبعا فيلا داخل مجمع سكني مبنية على أرض مساحتها 365 متر مربع، والفيلا من الداخل هي 3 أدوار ومساحتها 350 متر مربع. الفيلا مميزة، فيها 4 غرف بالإضافة إلى مطبخين و3 دورات مياه، بالإضافة إلى صالة كبيرة جدا، وأيضا عندنا 4 تراسات جميعها لها إطلالات جميلة جدا. المجمع صراحة جميل ومرتب، فيها جلسات عائلية بالإضافة إلى ألعاب أطفال، وأيضا عندنا بوابات إلكترونية وحراسة أمنية وكاميرات مراقبة موجودة على طول. ما ننسى أنه عندنا خدمات المواصلات على باب المجمع، فورا تقدروا تروحوا إلى مركز المدينة اللي هي ميدان طرابزون. تفضلوا معنا نشوف الفيلا معاكم بالتفصيل وتشوفوها على أرض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وصلنا داخل الفيلا، مثل ما انتم شايفين اول ما ندخل عندنا الارضيات فيها سيراميك، المنطقه الموزعه فقط، بعدها راح يبدا عندنا الباركيه. طبعا على اليسار في دوره مياه. الفيلا ما شاء الله تبارك الله محدثه بالكامل، لانه الفيلا الاخرى مش بنفس التشطيبات. عندنا هنا ما شاء الله سيراميك، كلها موديلات جديده وانواع جديده، الابواب ايضا متغيره الى اللون الابيض وموديل ارقى وافخم. طبعا هذا المنطقه الموزعه، الفيلا مثل ما ذكرنا لكم البيع فيها من غير الأثاث، لأنه أثاثها يعتبر قديم نوعا ما. فعندنا هنا اللي هي دولاب المدخل اللي تعلقوا فيها العبي وتحطوا فيها الأحذية وانتم بكرامة. طبعا من المدخل نقدر نشوف الصالة مباشرة، وأيضا على يميننا المطبخ. تفضلوا معنا. الفيلا بالكامل تحتاج إلى دهان، لأنه لها فترة ما حد سكن فيها، فبالتالي تحتاج إلى دهان، وتكلفتها بسيطة، تكلفة الدهان في تركيا. المطبخ أيضا محدث ومتغير بالكامل، مثل ما انتم شايفين الألوان الجديدة فيها، صراحة لونها جميل على لون البيج تقريبا، بشكل فاتح شوي. أيضا يعني نظام الفتح فيها سهل جدا وسلس. عندنا إضاءات جانبية، هذه تعطينا يعني شراحة المكان أكثر، ومساحتها كبيرة مثل ما انتم شايفين، نقدر نحط فيها طاولة بكل أريحية، ومنطقة يعني جميلة. تفضل معنا. طبعا من هنا عندنا النزلة، النزلة هذه تنزلنا للمستودع اللي موجود أسفل الطابق اللي احنا موجودين فيه حاليا، وأيضا تودينا إلى الجراج الخاص بالفيلا، يعني نقدر نوقف السيارة داخل الجراج ونخرج داخل الفيلا على طول. هنا عندي الصالة، طبعا مساحة كبيرة جدا مثل ما انتم شايفين، حاطين هنا طاولة الطعام أيضا قديمة نوعا ما، تقدروا تغيروها. هنا عندنا جلسة تكفي تقريبا 8 أشخاص مثل ما انتم شايفين. السقف عندنا ارتفاعه جيد، بالإضافة أنه عندنا ديكور على شكل دائري، وعندنا الجامات هذه 4 قطع بحيث أنها تأخذ إضاءة، وأيضا معطيتنا إطلالة جميلة جدا على البحر، وانتم جالسين تقدروا تشوفوها بكل أريحية. طبعا هذا الطابق الأرضي مثل ما ذكرنا لكم، الفيلا مساحتها 350 متر مربع، مساحة الأرض 365 متر مربع. نطلع للبلكونة، ما شاء الله تبارك الله عندنا تقريبا 4 تراسات جميعها مساحتها جيدة، وأيضا إطلالات كاملة مثل ما انتم شايفين. حاليا أنا في ركن التراس، تقدروا تشوفوا المساحة الكبيرة هي على شكل L، يعني ماخذة واجهة على اليمين وماخذة واجهة أمامية كاملة على البحر. تقدروا ترتبوها بطريقة حلوة، وممكن تسكروها من فوق بنظام الخشب، حيث تكون جلسة مغلقة ذات إطلالة جميلة جدا على الطبيعة والبحر. طبعا هنا عندنا منطقة خاصة بالشوي، أيضا خاصة للباربيكيو، مميزة جدا من الحجر الطبيعي. تفضلوا معنا. طبعا الأرضيات باركيه محدثة درجة أولى ما شاء الله تبارك الله، نظيفة جدا. لكن الفيلا مثل ما ذكرت لكم تحتاج إلى لمسات بسيطة مثل الدهان، وأيضا نجيب شركة تنظيف تأخذ لها تنظيف وتصير صراحة يعني جديدة ونظيفة. نطلع للطابق الثاني، مثل ما انتم شايفين الأدراج فيها نظام اللي هو الخشب الطبيعي، وما شاء الله يعني العرض فيه أيضا ممتاز. عندنا هنا لما نوصل للمنطقة الثانية عندنا الدرابزين المنيوم على شكل معين جميل، وأيضا عندنا هنا ديكورات على الجدران مثل ما انتم شايفينها مميزة أيضا.
تناسق الألوان في الفيلا جميلة صراحة، مع الأرضيات، البوية، السقف، الألوان فيها جميلة. طبعا وصلنا للطابق الثاني. الطابق الثاني فيها 3 غرف بالإضافة إلى دورة مياه بالإضافة إلى بلكونتين. راح نبدأ من الغرفة الأولى. الغرفة هذه مثل ما انتم شايفين حاطين فيها سريرين بالإضافة إلى كومودينو ودولاب، وماخذة مساحة يعني مريحة جدا، ولها إطلالة كاملة على الطبيعة والبحر، ما شاء الله تبارك الله. منها نتوجه للغرفة الثانية. الغرفة الثانية أيضا مساحتها أكبر شوي وأعرض شوي، فيها 3 أسرة ماخذة يعني راحتها على قولهم، بالإضافة إلى دولاب وكومودينو وإطلالة جميلة أيضا على البحر والطبيعة. هذه تعتبر غرفة ركنية. وعندنا هنا غرفة ثالثة أيضا مساحتها كبيرة، فيها سرير مزدوج بالإضافة إلى دولاب وكومودينتين. عندنا هنا التسريحة، ومع ذلك ما شاء الله عندي مساحة كبيرة تقدروا تشوفوها، بالإضافة لها بلكونة أمامية. تفضلوا معنا. البلكونة هذه مساحتها متواضعة تقريبا 2.5 متر ونص تقريبا، لكن ماخذة إطلالة ما شاء الله تبارك الله، تقدروا تشوفوا إلى ميدان طرابزون، منطقة بوستيبا كلها واضحة بشكل يعني ما شاء الله تبارك الله، إطلالة بانورامية. بالإضافة عندنا المسجد، شايفين مناراتها أيضا شكلها جميل جدا، تشوفونها من جميع الغرف الأمامية، تقدروا تشوفوا المسجد والطبيعة. طيب نتوجه نشوف وانتم بكرامة دورة المياه بالإضافة إلى البلكونة الخارجية. عندي الممر هذا أيضا، ممر ما شاء الله تبارك الله وسيع. هنا عندنا البلكونة رقم 3 في الفيلا، أيضا مساحتها جيدة مثل ما انتم شايفين، مساحة مميزة. عندنا هنا مدخل مجمع، طبعا في بوابة إلكترونية ما يدخلوها إلا السكان، بالإضافة أن المجمع ما شاء الله تبارك الله مرتبة وفيها إدارة جيدة محافظة على نظافة المجمع. نخرج نبدأ نشوف دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الطابق اللي احنا فيه بالكامل. طبعا هي غسالة، وعندنا هنا المغسلة، الكلوزيت، بالإضافة إلى مروش بحجم كبير جدا ما شاء الله، مساحة جيدة. طيب نتوجه نطلع إلى الطابق الأخير. الفيلا 3 طوابق بالإضافة إلى جراج ومستودع أسفل الفيلا. طبعا وصلنا هنا، عندنا شباك كبير بحيث تعطي إضاءة داخل الفيلا. هنا عندنا دورة المياه، تقدروا تشوفوها أيضا صراحة السيراميك فيها لونها جميل وشكلها مميز. عندنا هنا المغسلة بالإضافة إلى الكلوزيت، وأيضا عندنا مروش. دورة المياه هذه تخدم الطابق اللي احنا فيه فقط. فيها غرفة مثل ما انتم شايفين مساحتها ما شاء الله تبارك الله كبيرة وشرحة، تقدروا تستخدموها سواء السرير مزدوج أو تحطوا فيها أسرة مفردة على حسب طريقتكم، أو ممكن تستخدموها كمنطقة جلوس لأنه تقدروا تحطوا فيها 3 كنبات بكل أريحية. بالإضافة عندنا ممر هنا، وعندنا مطبخ يخدم آخر طابق. المطبخ أيضا ما شاء الله تبارك الله محدث وجديد ومميز، اللون فيها مثل المطبخ الرئيسي اللي موجود، مساحة كبيرة تقدر تحطوا طاولة طعام إما داخل المطبخ أو تخلوها خارج المطبخ بالطريقة اللي تشوفوها الآن. هنا عندنا طبعا طاولة طعام تكفي ل4 أشخاص، بالإضافة إلى عندنا ما شاء الله تبارك الله أيضا منطقة باربيكيو أخرى في الطابق الأخير. البلكونة مساحتها كبيرة وجيدة، بالإضافة أن إطلالتها جميلة وخيالية، خلوكم مع الإطلالة. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ودائما زي ما عودناكم الأسعار والتفاصيل تجدونها أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.